تسريب أول صور حقيقية للـ S24 Ultra من داخل معامل سامسونج وأخبار جديدة هامة جداً عن الـ OnePlus 12 أحدث جهاز من شركة OnePlus وكمان معلومات عن الآيفون 16 اللي راح ينزل في العام المقبل. كل هالمعلومات وأكثر بالفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ويلا نستمتع. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا محمود ورح نبلش بأخبار شركة سامسونج والـ S24 Ultra اللي ظهرت صوره الحقيقية بآخر تسريب انتشر على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا بشكل كبير للموبايل المنتظر اللي رح تكون حوافه من التيتانيوم مثل ما بتورجينا الصور، اللي كمان بتوضح تقارب شكل الجهاز وتصميمه من الـ S23 Ultra مع فرق الحواف اللي رح تكون شوي مستوية مو دائرية مثل النسخة الماضية. الجهاز رح ينزل بشهر يناير جانيوري، يعني الشهر الأول من العام المقبل 2024، راح يكون تقريباً ب 17-18 الشهر الأول، يعني نحن تقريباً بأقل من شهرين راح نكون نعرف الجهاز بكل تفاصيله بشكل رسمي من شركة سامسونج اللي راح تأصدر الجهاز بعدة ألوان، لكن التسريبات ورجتنا الموبايل بلونه الفضي مع إطار التيتانيوم الراقي والأنيق. الصور بتوضح حصول الجهاز على 4 كاميرات في الخلف مع الفلاش اللي تصميمها قريب كتير من النسخة الماضية، مع التطور اللي رح يصير فيها حسب كلام أو حسب التسريبات اللي طلعت بدقة الكاميرا وبالزوم وبجودة تصوير الفيديو، مع معالج سناب دراجون 8 Gen 3 اللي رح يساعد على معالجة الصور بشكل أفضل من النسخة الماضية. جهاز ون بلس 12 اللي طلعت عنه تسريبات أو ون بلس 12 هو الجهاز الرائد من شركة ون بلس اللي أبدعت بأجهزة أندرويد اللي كان أداء رائع جدا وسعر رخيص، لكن طبعا الشركة مع الوقت لما عملت اسم وأخذت حصة سوقية بلشت تغلي أسعارها، لكن بتضل أجهزتها رائعة وقوية جدا. الجهاز الجديد ون بلس 12 أو 12 رح يكون بشاشة OLED من حجم 6.8 إنش، والدقة رح تكون 4K تقريبا، يعني دقة الشاشة رح تكون عالية جدا بناء على التسريبات. وطبعا تردد الشاشة هو التردد المتغير أو التردد الديناميكي اللي رح يكون بين 1 هرتز وال 120 هرتز، اللي حسب حاجة الجهاز وحسب الشيء اللي شغال عليه رح يعطينا تردد ورح يكون مناسب للألعاب أو للفيديوهات. هو النظام والسيستم رح يقرر، ما رح يكون شغال بشكل دائم على 120 لحتى الجهاز يوفر طاقة مثل ما شفنا بأجهزة ثانية من شركة شاومي، سامسونج، أبل اللي فيها نفس التقنية ونفس التكنولوجيا اللي هلأ ون بلس حطتها أو عم تركبها في الجهاز الجديد اللي رح ينزل قريبا. كاميرا الجهاز بناء على التسريبات رح تكون من شركة سوني العدسة، يعني بدقة 50 ميجا بكسل. كاميرات الجهاز بتكون بالعادة رائعة وأداء قوي بالذات لما تكون العدسة من شركة سوني اللي مشهورة بعالم الكاميرات. وكمان الأمر المؤكد إنه الموبايل رح يحصل على أقوى معالج من شركة كوالكوم وهو السناب دراجون 8 جين 3 اللي موجود بمعظم الأجهزة الحديثة واللي من ضمنها كمان الـ S24 Ultra اللي حكينا عنه بالفقرة الماضية. رامات الجهاز رح تكون الأمر المؤكد في نسخة ب 16 جيجا بايت، ممكن ينزل ب 12 جيجا بايت، لكن في تسريب طلع إنه في نسخة رح تكون ب 24 جيجا بايت. يعني إذا كان جهاز رماته 24 جيجا بايت رح يكون فعلاً جهاز خارق، لأنه لحتى الآن يعني الـ 24 جيجا بايت هي بعالم الكمبيوترات اللابتوبات، لكن موبايل ب 24 جيجا بايت مع معالج سناب دراجون الجديد رح يكون أمر خارق. مثل ما بنعرف احنا معظم الأجهزة اللي موجودة حاليا من ضمن التابلتات او الأجهزة اللوحية ممكن تصل ل 16 جيجا بايت رام، لكن 24 لسه ما شفنا الى انتشار بعالم السمارت فونز، يعني فرح تكون شركة ون بلس سباقة في هالنقطة اذا صدقت التسريبات والمعلومات. الموبايل طبعا انتشرت عنه تسريبات واخبار كتير، وحتى الشركة اصدرت فيديو فيه معلومات عن الهاتف اللي رح ينزل كمان بالشهر الاول بالاسبوع الاخير من الشهر الاول، يعني بين الـ 24 والـ 30/1/2024، يعني العام المقبل. وكعادة غورمان وتسريباته من شركة أبل، تم الإعلان عن بعض المعلومات المسربة من الآيفون 16 أو الآيفون 16 اللي رح ينزل العام المقبل بشهر سبتمبر، يعني بالربع الأخير من العام المقبل كعادة شركة أبل، اللي بتقول إنه الموبايل ما رح يكون فيه تغييرات كبيرة على سبيل الهاردوير والتصميم والشكل، لكن النقطة اللي شركة أبل حالياً عم تضغط فيها وشغالة كامل قوتها فيها هي الـ AI أو الذكاء الصناعي اللي شفنا كل الشركات عم تتجه لها وعم تحاول تطور فيها لحتى تكون سباقة، ومن أهمهم شركة جوجل ومايكروسوفت اللي يعني طحشوا على الموضوع بكامل قواهم وعم يحاولوا ويكونوا سباقين بكل التقنيات، وشركة أبل كمان ما بعيدة عن هذا الشيء وأكيد
ما راح تخلي موضوع يعدي هيك، لا راح تحط ايدها وراح يكون لها حصه واسم بهالمجال. المعلومات اللي تسربت من شركة أبل بتحكي إنه الشركة عم تعمل على نفس النماذج اللي شركة جوجل حطتها بأجهزة بيكسل مثلاً بنظام أندرويد، مثل إنه تعطي أوامر للجهاز كلمات معينة وهو يعمل لك صورة من الكلام اللي أنت كتبته، أو موضوع إنه تصور صورة وتحسن تحرك الأجسام اللي موجودة فيها أو تحذف بعض الأشياء اللي موجودة بالصورة بعد التقاطها، أو تغيير الوجوه مثلاً إذا كان حدا مو منتبه ما بيطلع تخليه يبتسم. يعني ميزات موجودة بأجهزة تانية شركة أبل رح تعتمد إنه تحطها في نظامها، بالإضافة لموضوع سيري اللي رح تكون أذكى وأقوى ومتعاونة أكثر بنسخة الآيفون 16 ونظام الآي أو إس 18 اللي رح ينزل مع الجهاز. وكمان في إشاعات ما كتير مؤكدة بتحكي إنه كاميرا الآيفون 16 برو وبرو ماكس رح تحصل على أبجريد على التطوير بموضوع الزوم، وكمان انه راح يتغير موضوع الدايناميك ايلاند راح تكون اصغر او ممكن تنقسم الى قسمين، يعني راح يكون في عنا جزيرتين لكن صغار مو بنفس الحجم اللي موجود في الاجهزة الحالية. الكلام اللي انتشر عن الايفون 16 العادي والبلس انه ممكن يحصلوا كمان على شاشة بتردد 60 هرتز، الحكي طلع والناس عم تتداولوا حاليا على السوشيال ميديا، وانا بتوقع يصير هذا الشيء لانه شركة ابل اكيد ما راح تخلي الأجهزة اللي من فئة أرخص تحصل على نفس قوة الشاشة اللي موجودة بنسخة البرو والبرو ماكس، هي سياستها لحتى تحسن تحصل مبيعات وأرباح أكثر للأجهزة الغالية. طبعا هذا أمر مو مستغرب إنه شركة أبل تعمله، وهي سياسة بتبوى كل الشركات، غير هيك الناس كلها رح تتجه للأجهزة الرخيصة اللي نحن مثل ما شفنا كمان بهالنسخة بسبب وضع الدايناميك ايلاند بالايفون 15 العادي والبلس حقق مبيعات ضخمه، فما بالكم لو كانت الشاشه تبعيتهم كمان بتردد 120 هرتز، اكيد الناس رح تصير ترغب هالاجهزه، بالذات الناس اللي ما بتحب التصوير كتير رح يكون هالجهاز مرغوب كتير، ورح تعمل يعني هالحركه هي ممكن تكلف ابل ضرر كتير بمبيعات نسخ البرو والبرو ماكس، وهذا الشيء طبعا الشركه ما بتضايقها. هاي كل الأخبار الموجودة بالفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، اكتبوا لي بالتعليقات إذا في شيء معين حابين أعملكم عنه فيديو. سلام.